لذلك الآية تقول إن مع العسر يسرا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. إن مع العسر يسرا، هذه بشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. أيها الإخوة، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولاً مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومبضع الجراح وحرقة الوالدة. حرقة في القلب، مبضع ماهر، عقل حصيف، تحل به كل مشكلاتنا. إن مع العسر يسرا. الصحابة الكرام هم علماء في اللغة، أكدوا أن التكرار له قواعد. أيها الإخوة، الاسم المعرف بأل إذا تكرر يعني الشيء ذاته، أما الاسم النكرة إذا تكرر يعني أن الثاني غير الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر المعرف بأل تكرر هو نفسه، العسر هو العسر، لكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الأولى لها معنى والثانية لها معنى. من ذلك قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. في يسر أول ويسر ثاني، أما العسر المعرف بأل عسر واحد. لذلك في الآية إشارة بعيدة وبديعة إلى وجود الفرج في الشدة. الفرج موجود في الشدة مع أنه يأتي بعد الشدة تطميناً لنا. وأنت في ضائقة، هذه الضائقة تحمل في طياتها بذور الفرج. لذلك لا ييأس إلا قانط من رحمة الله، والقنوط كفر. لذلك أيها الإخوة، النكبات والآلام المتتابعة تسبب ثقافة يسميها العلماء ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. هذه أخطر علينا من أعدائنا، أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل. أيها الإخوة، هذه الحالة المرضية لها أسباب. أحد أسبابها التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد. يعني يكفي أن يقول الأب أمام أولاده: ما بيدنا شيء، انتهينا. تسرب اليأس إلى أولاده. أكبر سبب لهذه الحالة الداخلية المؤلمة هي التربية الخاطئة. والمؤمن متفائل، والمؤمن يبث التفاؤل في نفوس من حوله. في عنا شيء آخر، التعامل مع الواقع على أنه لا يتغير. لقد تغير. أعداؤنا المتغطرسون كانوا العصا الغليظة بيد الغرب لسحق أي دولة في الشرق الأوسط تقول لا للغرب، لكن هذه العصا كسرت في عام 2006 كسرت، وفي عام 2008 كسرت. كسرت مرتين، هي تغير الواقع. المتتبع لأقوال الصحف عند العدو يتضح له جلياً
أن هدف العدو لستين عام سابقة هو الأمن، الآن هدفه البقاء. هي تطور الحال، هدفه البقاء الآن. شيء آخر، كانوا يقصفون ولا يقصفون، نخاف ولا يخافون، ندخل الملاجئ ولا يدخلون، الآن يقصفون ويقصفون، نخاف ويخافون، ندخل الملاجئ ويدخلون. صار في توازن رعب، توازن رعب، وقبله فيه انتقال الأهداف من الأمن إلى البقاء. وفي شيء اسمه الحسم، كانوا يبدأون الحرب هم ينهونها بعد ساعات، الآن لا يزالون أقوياء، يبدأون لكن ليس بيدهم إنهاء الحرب. في حرب غزة في اليوم الأول تم قصف 800 هدف، على أن هذه الحرب يكفيها يوم واحد، وبعد 22 يوماً لم يتحقق أي هدف. إذاً فقدوا الحسم، فقدوا الحسم، وانتقلت أهدافهم من الأمن إلى البقاء، وصار هناك توازن للرعب، الواقع تغير. والله عز وجل يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أخواننا الكرام، أحد أسباب المشاكل الكثيرة عدم الانتباه إلى العوامل الداخلية للمشكلة. نوازن قوتنا مع قوة أعدائنا، نوازن من يدعمنا ومن يدعمهم، فرق كبير، لكن ما سمعت تحليلاً لهذه المشكلة يتحدث عن أخطائنا، عن بعدنا عن ربنا، عن تقصيرنا في أداء واجباتنا، عن عدم تلاحمنا مع بعضنا بعضاً. يجب في مشكلة كبيرة أن ننتبه إلى العوامل الداخلية للمشكلة. شيء آخر، هناك سنة من سنن خالق السماوات والأرض متمثلة في هذه الآية: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يداول القوة بين المؤمنين وبين الكافرين، فهذا من سنن الله عز وجل. فأنت في الموقف الثاني الصعب ينبغي أن تصبر وأن تتماسك وألا تسمح لليأس أن يتسرب إليك. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الآية الثالثة في هذه الخطبة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولو أن هناك تفاوت كبير، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الله عز وجل يذكرنا بحرب طالوت وجالوت، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم، فلما جاوزه
هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. متى ضعفوا؟ حينما عصوا. الذي يعصي يضعف والمستقيم يقوى، بل يقويه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما قال والله مع الصابرين، يجب أن تؤمن أن الله إذا كان معك فأنت أقوى الأقوياء. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ بل إن الله عز وجل يؤكد إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المبادئ وبعض الأفكار التي يمكن أن نستنبطها من وضعنا الذي لا يرضي، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام حديثاً شريفاً: والله الذي لا إله إلا هو كأنه معنا. يقول في الحديث الصحيح: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. بكل دولة محتلة إسلامية في 30 دولة، 30 دولة، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، يعني 1,500,000,000، ربع سكان الأرض يملكون معظم ثرواتها، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكأنه معنا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نصحو من غفلتنا، لا بد من أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، لا بد من صلح مع الله، لا بد مؤقتاً من انكفاء على الذات لإصلاح الداخل، حتى يسمح الله لنا أن يصلح علاقاتنا في الخارج. فلا بد من عودة ولا بد من صلح مع الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الكرام، روى ابن ماجه والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. دققوا في هذا الحديث، وكأن النبي مرة ثانية معنا: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما هذه الخمس؟ قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ألم يقع هذا؟ هذه الأمراض الوبيلة التي يعاني منها العالم بسبب أن الفحشاء قد انتشرت. في بعض الإحصاءات مرضى الإيدز الآن 67 مليون في العالم بسبب الفاحشة، ولم ينقص المكيال والميزان. يدخل تحت هذه الكلمات كل أنواع الغش، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالجفاف وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. بحرب الخليج الأولى انتقل من الشرق إلى الغرب 700 مليار دولار، وفي حرب الخليج الثانية ضعف هذا المبلغ، وهناك عملية ابتزاز للشرق الذي معه ثروات لا يعلمها إلا الله. لذلك ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في الدول المجاورة، بأسهم بينهم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.